شدت شعره حكاية موقف محرج لأم كلثوم أهانت فيه عبد الحليم حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في كتير مواقف بتحصل لنجوم مصر ما تزال تجذب القراء والجمهور، والتي يستمتع بها الكثيرون لما بيعمل مواقف لم يكن يتخيلها أي شخص عنهم، خاصة أن لهم صورة جيدة في أعين الكثير، لكن تلك المواقف تجعلنا نعيش لحظات من حياتهم وكأننا نشاهد مشهد حقيقي. ومن بين طرائف نجوم مصر زمان بين اتنين من أهم عمالقة الطرب، وهما العندليب عبد الحليم حافظ وسيدة الطرب وكوكب الشرق أم كلثوم. هذا الموقف يعتبر من أكثر المواقف المحرجة لعبد الحليم حافظ، ويعتبر عبد الحليم معروف بوسامته البسيطة وشعره الكثيف، وهذا سبب له أزمات كثيرة وجعلت الشائعات تطرده في كل مكان بسبب شعره الذي كان يعتقد الكثير أنه باروكة. ولعل السبب في وراء هذه الشائعة حقده وكارهه العندليب. وفي ذات يوم من الأيام حدث موقف بسبب حفلة جمعهما، حيث أنها صعدت أم كلثوم على المسرح في حفل الربيع وتأخرت في الغناء، فغضب عبد الحليم وظن إنها دبرت له مكيدة عشان ما يغنيش، وفورا وصل الأمر لأم كلثوم فغضبت كتير ورفضت أن تصافحه أو تصالحه حتى، ولكن اضطر عبد الحليم على مصالحتها وراح لها ليعتذر لها. وكانت في الوقت ده شائعات منتشرة إنها باروكة، وكانت أم كلثوم نفسها بتظن إن شعره مستعور، فأرادت أن تتأكد منه فقامت بمسك شعره وشده للتأكد أنه حقيقي. ربما هذا الموقف جعل عبد الحليم يشعر بالغضب في نفسه، ولكنه أخذ الموضوع بطريقة كوميدية. ويعتبر مصفف الشعر الخاص لعبد الحليم هو الراحل محمد المليجي، فكان شيخ المهنة، فهو الذي صنع له تسريحة الشعر الخاصة به وجميع تسريحاته في كل أفلامه وحفلاته الغنائية ما عدا فيلم أبي فوق الشجرة. وكان من عادات عبد الحليم أنه بيضع حنة على شعره مرة كل 30 يوم، وبيخاف من الصلع وبيكره استخدام الاستشوار. إيه رأيكم في الموقف اللي عملته أم كلثوم مع عبد الحليم؟ ياريت تعلقولي في التعليقات الموقف ده كويس ولا وحش من أم كلثوم، وهل من حق عبد الحليم ان هو يزعل منها ولا لا؟ فاتمنى انتم تكتبوا في التعليقات رايكم في المقاله ديت. اللي شاف الفيديو ده اول اللي شاف قناتي اول مره يعمل لي مشاركه واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركه للفيديو علشان الفيديو ترفع وناس كتير تشوفه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.